وفي مداخلة هاتفية في نشرة سابقة أكدت السيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن ما تعرض له البحارة البحرينيون على مدى سنوات من معاملة لا إنسانية من قبل السلطات في قطر لا ينم عن مراعاة لعلاقات حسن الجوار. طبعا من المؤسف ما يتعرض للبحارة البحرينيين الأبرياء من ممارسات تعرض حياتهم للخطر ومن مصادرة أدوات مصدر رزقهم ورزق عائلاتهم. يعني إحنا لازم نشوف أن هؤلاء البحارة البحرينيين أساسا مسالمين ولم يكونوا يشكلون أي خطر بأي شكل من الأشكال على السلطات القطرية أو دولة قطر. هم فقط كانوا يمارسون مهنة الصيد من أجل معيشتهم وعائلاتهم. هناك أعراف تعاقب عليها أجيال من أبناء الخليج بالنسبة للسماح للبحارة لكل دولة للصيد في المياه الخليجية بدون أي عقبات، وهذه طبعا الثروات البحرية هي حق أصيل لكل أبناء الخليج لأن هذا يوفر الأمن الغذائي ومصدر رزق للشعوب مجلس التعاون الخليجي، وهذا طبعا معروف وعرف يعني متوارث في منطقتنا إحنا الخليجية. إحنا في البحرين منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي إحنا داعمين أساسيين لمسيرة المجلس ويعني وأهدافه لتحقق الازدهار لشعوبنا الخليجية، وخصوصا احنا كشعوب خليجية اساسا تربطنا علاقات خاصة ومصير مشترك. من هذا المنطلق مملكة البحرين تتعامل مع اي مواطن خليجي كمواطن بحريني. دائما التشريعات المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية والمعيشية بين اشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي لها أولوية، وخصوصا احنا في يعني كتوجهات دولة او بالنسبة لنا احنا كسلطة تشريعية. احنا قرينا كثير من التشريعات اللي تتعلق بتملك مواطني مجلس التعاون الخليجي للعقارات والتشريع بالسماح بممارسة الانشطة الاقتصادية بحرية تامة مثلهم مثل المواطن البحريني. احنا تعودنا على المشاركة مع اشقائنا الخليجيين في كل شيء بأريحية وحب. رغم صغر البحرين إلا أن قلوب البحرين طبعا كبيرة وتحتوي الجميع. نعم. هذه القيم والمبادئ اللي جبلنا عليها مع الجميع من كرم وحسن ضيافة وغيرها، فما بالك مع أشقائنا الخليجيين، وهذا ما كنا إحنا كمواطنين بحرينيين نأمله من قطر.